بتضحك ومش هاممها حاجة، وآخر حاجة بتفكر فيها هي الحكم. مشاهد بتحبس الأنفاس من لحظة النطق بالحكم على آية اللي ضيعت حياة صاحبتها فرح في الغربية. مشهد صادم ووقعة مثيرة في محكمة جنايات طنطا وجلسة الحكم على طالبة طنطا اللي ضيعت حياة صاحبتها فرح، وده بعد ورود رأي المفتي. لكن المفاجأة كانت في رد فعل طالبة طنطا اللي بصت لكل اللي حواليها في الجلسة ودخلت في وصل الضحك وكأنها مش هاممها إن دي هتكون اللحظة الأخيرة في حياتها. آية المتهمة في الواقعة واللي تم الحكم عليها بالإعدام فجأة الكل من قاعة المحكمة، محدش كان متخيل رد فعلها. الكل كان متوقع إنها هتنهار وقت نطق الحكم أو إنها هتندم على اللي عملته، لكن آية عملت عكس المتوقع منها ورد فعلها كان صادم، وكأن لسان حالها أنا مش هاممني أي حاجة ولو اتعاد بيا الزمن تاني هعمل كده. آية اتجردت من كل مشاعر الإنسانية حتى بغض النظر عن الجريمة البشعة اللي حصلت، لكن اللي عملته في المحكمة بيدل على إنها فقدت أهم حاجة في النفس البشرية، ضميرها. لحظات الندم اللي أي حد بيحس بيها ما عرفتش طريقها لقلب عقل آية. جريمة الغربية اللي ارتكبتها آية وإنها ضيعت حياة فرح صاحبتها بتعتبر من أكتر الجرائم البشعة اللي شهدتها مصر على مدار الفترة اللي فاتت. بداية الواقعة اللي شهدتها قرية إسبربي التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية كانت مع عصور الأهالي على فتاة بتبلغ من العمر 18 سنة وفي جسمها آثار من الأعمال اللي ما تخطرش على بال الشيطان واللي راحت حياتها بسبب اللي حصل معها. الأهالي بسرعة بلغوا عن الواقعة، وهنا تفاجئ رجال المباحث إن مواصفات الفتاة اللي لقوها هي نفس مواصفات فرح الطالبة المتغيبة واللي بلغ أهلها عن تغيبها الفترة اللي فاتت. بعدها انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ. النيابة العامة قررت إجراء تحاليل البصمة الوراثية للمجني عليها ومطابقتها بوالدتها للتأكد من إن الجثة هي الطالبة المتغيبة، مع تكليف المباحث بكشف غموض الواقعة. لكن المفاجأة كانت في اللي كشفته التحريات، وهي إن اللي ورا ارتكاب الواقعة إحدى صديقات المجني عليها بمساعدة آخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهما، وتولت النيابة التحقيقات في القضية. خال طالبة طنطا اللي راحت لآية صاحبتها كشف مفاجأة وقال إن المجني عليها كانت متزوجة من عامين وانفصلت بسبب خلافات أسرية. والدتها محبوسة على ذمة قضايا شيكات، والدها انفصل عن والدتها من سنين وترك المجني عليها طفلة رضيعة، لافتا إلى إنه لا يعلم محل إقامته. وقال كمان إن المتهمة كانت الصديقة الأقرب للمجني عليها رغم إنها بتكبرها بخمس سنوات وكانت بتقضي معها ساعات طويلة.